أهلا بكم إلى بانوراما، أنا ميسون عزام وأحييكم مشاهدينا. نبدأ بالعناوين. بعد سيطرة الطالبان، هجمات لداعش، مظاهرات نسائية، ضغوط دولية وعقوبات متوقعة، هل تعود أفغانستان قاعدة للإرهاب وتهديدا للأمن العالمي؟ تنازلات بشار الأسد السيادية لطهران، مجرد ضغوط إيرانية أم حقيقة واقعة؟ ولماذا لم تتم الزيارة المقررة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق؟ سيف الإسلام القذافي يعود الظهور مطالبا بفتح باب الترشح للرئاسة، فهل ظهوره مجددا يساعد في حل الأزمة الليبية أم يؤدي لمزيد من خلط الأوراق؟ إذن أفغانستان تحت حكم طالبان لم تختلف عما كانت عليه في الفترة الأولى من الحكم الطالباني بين عامي 1996 و2001. مع عودة حركة طالبان إلى السلطة في عام 2021، عادت أفغانستان إلى مربع الصفر وعهود القهر، رغم الوعود والتعهدات التي تحدث عنها المسؤولون في الحركة في أولى أيامهم. حالة من الفوضى والإضرابات الأمنية وانفجارات واغتيالات أعلنت داعش المسؤولية عن بعضها. أبرز أشكال الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان كانت من نصيب المرأة، فبعد أن ظهرت جميع قرارات طالبان وكأنها ترفع شعارا واحدا لا مكان للنساء في البلاد. عام وبضعة أشهر من حكم طالبان في العهد الجديد، برزت فيه طالبان بذات الوجه القديم، لا للتعليم لا للعمل والكثير من ممنوعات الحياة وتقييد الحريات. فوضى واضطرابات داخلية صعد منها الحكم الطالباني، وتهدد بأن تعيد هذا البلد مجددا ملاذا للإرهاب وخطرا على الداخل المضطهد والأمن العالمي. المزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد قنديل الباحث في الشؤون الآسيوية، أهلا بك. ومعنا من الدمام عبر سكايب السفير سيد جلال كريم، سفير أفغانستان لدى السعودية سابقا، أهلا بك. وأبدأ معك سعادة السفير، لنتحدث عن شكل الحكم الآن في أفغانستان مع طالبان، نتحدث عن طالبان جديدة أم الوجه القديم لا زال على حاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا أعتقد أن حركة طالبان والحكومة الأفغانية الحالي يعني في بعض الأمور وكثير من الأمور يختلف من عهدهم السابق. أولا علاقاتهم الدولية في الوقت الحاضر وعلاقاتهم مع جيرانهم يعني علاقات تقريبا شبه ممتازة مع كافة الدول المنطقة، مثلا علاقاتهم مع روسيا، علاقاتهم مع الصين، علاقات مع باكستان، علاقات مع هند، مع تركيا، مع أوزبكستان، تركمانستان، وقليلا مع ايضا مع ايران ما عدا تاجيكستان. فهذا طبعا خطوه للامام للحكومه الحاليه الافغانيه، لانه الحكومه السابقه ما كان عندها هالمرونه هذا. الشيء الثاني انه احنا نشوف انه الدول الاوروبيه بلا استثناء تقريبا اليابان، النرويج والمانيا وغيرهم كلهم يوجد لديهم سفراء يتعاملون مع الحكومه، يوجد هناك دعم مادي 40 مليون دولار اسبوعيا للحكومة الحالية، سواء كان ذاك مباشر أو عن طريق المنظمات الجامعة المدنية. فأعتقد بأن وضع الحركة في الوقت الحاضر هو أفضل من السابق، ولكن يعني احنا نشوف أنه بعض القرارات اللي تم اتخاذها من الحكومة الحالية أقلق المجتمع الدولي. لكن أنا بالنسبة لي شخصياً القلق هو مش قلق قليل سيد جلال، اسمح لي، ولكن لاحظت أنه في تعليق من السيد أحمد قنديل يعلق بداية ليس فقط على القرارات ولكن حتى ما ذكرته فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار. تفضل سيد أحمد.
مساء الخير على حضرتك وعلى ضيف الكريم وعلى مشاهدي قناة العربية في كل مكان. بدون شك بعدد من دول العالم احتفظت ببعثاتها الدبلوماسية في كابول بعد عودة طالبان للسيطرة على زمام الأمور في أغسطس 2021، ولكن لم تعترف بها أي دولة حتى الآن. يعني رغم الاحتفاظ بمثل هذا التواجد الدبلوماسي، إلا أنه لا توجد دولة واحدة من الدول التي تفضل سعادة السفير بذكرها اعترفت بطالبان، وربما يعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم الثقة في هذا النظام وعدم الثقة في وعوده التي قدمها إلى المجتمع الدولي عندما جاء إلى السلطة، والتي أثبتت الأيام أنه لم يفي بأي منها. على سبيل المثال، مسألة تكوين حكومة تمثيلية لجميع طوائف الشعب الأفغاني وتأخذ في حسبانها جميع العرقيات والإثنيات الموجودة في البلاد، إعطاء المرأة حق حقوقها العادلة والمتساوية مع الرجال، خصوصا فيما يتعلق بحق التعليم وحق العمل وغيرها، مسألة يعني الاحترام حقوق الإنسان وغيرها من الوعود التي لم يجد المجتمع الدولي أي منها ينفذ على أرض الواقع. أيضا شاهدنا تدهورا كبيرا في الأوضاع الأمنية وعدم إحكام سيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية، وربما كانت الهجمات الأخيرة التي تم تنفيذها في الشهور الأخيرة من جانب تنظيم الدولة الإسلامية، سواء ضد الفندق الذي يرتاده رجال الأعمال الصينيون منذ حوالي أسبوعين، أو الهجمات ضد السفارتين الباكستانية والروسية والتي أسفرت عن وقوع ضحايا. وبالتالي حتى الكارت الوحيد التي كانت تلعب به طالبان من حيث كونها المحافظ على الأمن والاستقرار وعدم السماح لأي تنظيمات إرهابية بالعمل من داخل الأراضي الأفغانية، حتى هذا الأمر الوحيد بدأت سقط كما تقول في التعامل مع المجتمع الدولي. اسمح لي دكتور أحمد، لأنه نعم. السيد جلال كان يتحدث عن المرونة بعض الشيء، يبدو سيد جلال أن المرونة لا تكفي الآن في ظل سقوط بحسب ما يقوله الأستاذ أحمد كل الأوراق الموجودة، إن كان فيما يتعلق بخذلان المجتمع الداخلي أو دوليا فيما يتعلق بالقرارات والوعود على مستوى حكومي اقتصادي وأيضا على مستوى أمني. قد أختلف مع الدكتور في بعض الأمور. أولا، لما نتكلم عن دعم دولي 40 مليون دولار شهريا أسبوعيا، فهذا مبلغ ليس بسيط جدا، وتقريبا أكثر من مليار ونصف دولار سنوي. هذا شيء واحد. الشيء الثاني، أن إحنا لا نتوقع، أولا الدكتور قال أنه هناك التزام كان من حركة طالبان أنه يدخلون كافة الأطراف الأفغانية في الحكومة التحمى. طبعا اتفاق دوحة لا ينص إلى ذلك، على رغم من الضغط الدولي عليهم في وقت الاتفاق، ولكن ما قبلوا هم على الكلام هذا. ولكن طبعا إحنا يعني نتمنى يوجد هناك في الدين الإسلامي وفي كل المجتمعات تعريف واضح لحقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق التعليم. فلا شك بأن حق التعليم وحق المرأة وحق عمل المرأة هي حقوق لا غبار عليها، ولكن طريقة تطبيق هذا الحقوق لكل دولة لها يعني طريقتها في داخل البلد. سيد جلال، يعني أنت تبارك مثل هذه الخطوة باعتبار أفغانستان بوضعها الحالي لها خصوصيتها؟ لا طبعا، لا، انا واضح جدا، كلامي واضح، ان للمرأة حق التعليم، للمرأة حق العمل، ولكل فرد في المجتمع لهم حق واضح. يعني يجب ان يحترم هذا الحقوق بكافة انواعها. على حكومة طالبان ان يهيئ الاجواء لتعليم المرأة ولعمل المرأة، هذا من مسؤولية حكومة طالبان انهم يعملونها. ولكن في نفس الوقت على المجتمع الدولي إدراك بأن داعش والمنظمات الإرهابية في العراق تحالف كامل من كافة الدول والجيش العراقي، وبإمكانات المالية ما فوق 100 مليار دولار داخل الحكومة العراقية السنوي، ما قدروا يحاربون داعش والمنظمات الإرهابية لوحدهم. فلا نتوقع أن حركة طالبان لوحدهم بدون دعم المجتمع الدولي أمنيا يقدر يحاربون داعش والمنظمات الإرهابية لوحدهم. طيب. بدون دعم دولي
ما أظن أنه ممكن طالبان لوحدهم يقدر يحاربون داعش. لازم يكون دكتور أحمد، نقطة مهمة فيما يتعلق بالأمن، يعني بأكثر من دولة حتى دول كبرى ولديها جيوش، داعش استطاع أن يخترق هذه الدول، فما بال أفغانستان اللي خرج منها الأمريكان وطالبان لا زالت، دعنا أضعها في هذا الإطار، وليدة الآن في إعادة حكمها على الأرض. نعم، بدون شك يعني طريقة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ربما تكون أحد العوامل الأساسية التي ساعدت في عدم قدرة السلطة المركزية في كابول على أحكام سيطرتها على البلاد. وربما أيضا هناك عامل آخر مهم في هذا الأمر، وهو التنافس الجيوسياسي مع الصين وروسيا في أفغانستان من جانب الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تضع الدولتين حاليا باعتبارهما أهم التهديدات والتحديات للأمن القومي الأمريكي، وربما يكون عدم استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان أحد الكروت المهمة التي يمكن أن توظفها واشنطن في صراعها مع هاتين الدولتين الغارتين. وبالتالي توجد العديد من التقديرات والتقارير التي تتحدث صحيح، ولكن دكتور أحمد، مساهمة أمريكية بقصد أو بدون قصد بغض في النظر، إشعال الفوضى. لماذا تسمح الصين ولماذا تسمح روسيا إن كان عن قصد من قبل الولايات المتحدة أو بدون قصد أن تصبح وتعود ربما أفغانستان ساحة للإرهاب؟ لا يسمحان بذلك، والدليل على ذلك أنهما، حضرتك السؤال ليا ولا لحضرتك؟ لا، السؤال لا لك، بس تدخل السيد جلال، يعني لا أعطيك المجال سيد أحمد. نعم، تفضل. لا أعتقد أن الدولتين في موسكو أو بكين ترغبان في انتشار الفوضى في أفغانستان، وربما يكون ذلك سبب مسارعتهما لفتح قنوات اتصال مع طالبان بعد خروج القوات الأمريكية، وربما ساهم ذلك أيضا في مدهما ببعض المعونات الاقتصادية والوعود بمشروعات استثمارية كبيرة في حال استتباب الأمن والاستقرار هناك. وهذا أعتقد لعب إلى حد كبير دورا في إخماد الفوضى والتوتر. ولكن مع الحرب الأوكرانية ومع انتشار المصاعب الاقتصادية في الصين، ربما تراجع هذا الاهتمام لأولوية تالية لهاتين الدولتين، وبالتالي من المتوقع في الفترة القادمة استمرار وتفاقم هذه الفوضى والتوتر. طيب، في تقديري يعني. وهذا يدفعنا للتساؤل عن مستقبل أفغانستان في ظل هذا الوضع، وأعود إليك سيد جلال. ربما تركت عن قصد أو بدون قصد أفغانستان الآن لكي تتعامل مع الوضع الأمني، ماذا تتوقع؟ أنا شخصيا أعتقد أن يوجد هناك اختلافات بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق اتفاقية الدوحة. فأعتقد أنه لغاية الآن الدعم الوحيد المالي اللي يتم إعطاها للحكومة الأفغانية الحالية يتم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، اللي هو 40 مليون دولار تقريبا أسبوعيا. أما الصين وروسيا والدول الأخرى المجاورة لأفغانستان، دعمهم يعتبر دعم بسيط جدا وصغير. فإحنا من هذا الدعم إحنا نرى بأن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عندها اهتمام في أفغانستان، وايضا طالبان علاقاتها مع روسيا والصين ودول الجوار مسوي نوع من التوازن ما عدا تاجكستان. تاجكستان يتدخل في الشؤون الافغانيه بالدعم المعارضه الحاليه، فاعتقد انه هذا الدعم سوف يكون سبب للمشاكل مستقبلا في حاله عدم تدخل روسيا ودول غربيه اخرى للوقف طاجكستان، وعدم دعم المعارضه لكي يبدا مره ثانيه من جديد يعني الحرب ضد الحكومه الافغانيه. ولكن أحب أؤكد أن طالبان مثل أي دولة أخرى، أعطينا مثال العراق وأعطينا مثال ليبيا وأعطينا مثال دول أخرى، يحتاجون إلى دعم المجتمع الدولي لمحاربة داعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى.
هذا شيء بدونها سوف يكون صعب للحكومة طوها ما عندها مشاكل مادية، عندها مقاطعة يعني مالية، مقاطعة في التحويلات البنكية وغيرها من المقاطعات، صعب أن يحاول محاربة داعش والقاعدة الوحدة. من الدمام عبر سكايب كان معنا السفير سيد جلال كريم، سفير أفغانستان لدى السعودية سابقا، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفي من القاهرة الدكتور أحمد قنديل، الباحث في الشؤون الأسيوية.